الشباب السعودي يخوض مباراة على أرض المدينة الرياضية بالبصرة بالبداية، ماذا تعني لكم هذه المباراة وأنتم تخوضوها في ملحق البطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة في البداية سعداء جدا لتواجدنا في العراق وفي مدينة البصرة، سعيدين جدا بالحراك الرياضي الموجود في العراق في الفترة الأخيرة بعد دورة الخليج. اليوم نجي ونسعد بأننا نشارك في مباراة رسمية في العراق. أعتقد أنه المكان الطبيعي للعراق في مختلف النواحي وليس رياضيا فقط، هو في الصدارة دائما. العراق يعني دولة عزيزة، دولة رائدة ثقافيا ورياضيا واجتماعيا، آن الأوان لتعود لمكانتها الطبيعية. الحمد لله رب العالمين. يعني أكيد مباراة مهمة أمام خصم قوي في أي ضمن ظروف شوي صعبة بالنسبة لنا في نادي الشباب، ولكن إن شاء الله تعالى نقدم إحنا وأشقائنا في نادي القوة الجوية مباراة تليق بذائقة الجماهير بحول الله تعالى. سبق وان واجهتم القوى الجويه في دوري ابطال اسيا، ويعني ليس ببعيد الفتره القصيره الماضيه. صحيح. تعرفون القوى الجويه، والقوى الجويه يعرف كل شيء اكيد عن الشباب. ماذا يريد فريق الشباب من هذه المباراه؟ والله شوف، اول شيء يعني صحيح ان التقينا بفريق القوى الجويه، لكن في اعتقادي ومن خلال متابعتنا له، الفريق في حال افضل حاليا من الفترة اللي لعبنا فيها في الخوض المنافسات الأسيوية. الفريق تصدر الدوري العراقي، يملك لاعبين جيدين في جاهزية عالية. بالتأكيد كل فريق يسعى يعني لهدف واحد وهو التأهل من خلال مباراتين، مباراة الغد إن شاء الله تعالى ومباراة العودة في بلدهم الثاني في الرياض إن شاء الله بحول الله تعالى في شهر رمضان المبارك. حقيقة المباراة صعبة وقوية، فريق الشباب يعاني أيضا من إصابات متعددة في الفريق تحرمه من عدد. والله شوف، الغيابات أعتقد أكثر من 4، لكن ما في فريق ما يتأثر من الغيابات، لكن أعتقد أنه الشباب إن شاء الله البدلاء قادرين، البدلاء أيضا خاضوا مباريات. يعني ما كان مدرب يعتمد على 11 لاعب طول الموسم من خلال مسابقة الدوري، مسابقة كأس الملك، بطولة الأندية الأسيوية، أغلب اللاعبين شاركوا، لكن في الفترة هذه عدد كبير من الإصابات بعد ضغط المباريات اللي كانت في الفترة الأخيرة، لكن نأمل إن شاء الله تعالى أنها ما تأثر علينا. وزي ما قلت لك كل فريق يسعى إلى خطف البطاقة للتأهل للنهائيات لابدا. الشاهدون جماهير عراقية سالتكم هي محبة بالأصل للشباب السعودي. والله شوف، مجرد تواجد الجمهور وامتلاء الملعب فيه هو دافع للاعبين، سواء كان معهم أو يشجع. الطبيعي القوى الجوية على أرضه شيء طبيعي أن الجماهير العراقية بتساندة، لكن أعتقد إحنا يعني نأمل نال تقديرهم واحترامهم للفريق الشبابي ونأدي مباراة ممتازة نسعى من خلالها بالتأكيد لتحقيق نتيجة إيجابية تكون مريحة لنا في الإياب، ولكن كل شيء قد يحدث في كرة القدم خصوصا وأنت تلعب أمام فريق أيضا متمرس وقوي وعلى أرضه بين جماهيره. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر اتحاد العراق على استقبالنا الحثيث، وزي ما قلت قد لعبنا معهم تصفيات آسيا وتقدر تقول اننا عارفين بعض، وان شاء الله المباراه بتكون قويه بيننا باذن الله. ممكن سيؤثر عامل الجمهور عليكم في اللعب؟ لا بالعكس، احنا من الناس اللي ننبسط نشوف الجمهور كثير باذن الله. القائد مجمع باذن الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. مباراه نفس ما قلت مهمه مع ضد فريق قوي متصدر الدوري، ان شاء الله داخلين بكل قوتنا ونفكر اكيد طبعا بثلاث نقاط ان شاء الله. هذه المباراة في هذا التوقيت من الدوري هل ممكن تأثر على لياقة اللاعبين على جهد اللاعبين؟ لا، هذا دورنا، هذا شغلنا، لاعبين محترفين، يعني ما في مشكلة. بالعكس هذا يزيدنا خبرة، يزيدنا لياقة للقادم إن شاء الله. إن شاء الله تكون مباراة نستفيد منها وإن شاء الله نطلع بالأهم اللي هو الانتصار. أسماء كبيرة مثل بانيجا وكارلو جونيور غيابهم هل ممكن سيؤثر عليكم في الخريف؟ نفس ما قلت غيابهم مؤثر، بس الموجودين فيهم الخير والبركة،
واكيد حيعوضونا غيابا. هل تختلفون الراي الكامل عن الكوجوي؟ نعم، تابعناهم وشفناهم زمان قد لعبنا ضدهم، يعني نقول زي ما تقول خلاص الرؤيه واضحه عندنا.